رئيس الجمهورية سيد محمد بن الشيخ الغزواني رئيس الاتحاد الإفريقي بمدينة باري، حيث التقى سيادته اليوم رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندولاين. وقد استعرض اللقاء جهود التعاون بين بلادنا والمفوضية الأوروبية وسبل تعزيزه وتطويره، وتبادل وجهات النظر حيال أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا المتعلقة بالتعاون مع دول الاتحاد الإفريقي عموما وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. حضر اللقاء كل من الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار والدياي ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام محمد صالح وسفيرنا في روما محمد محمود والداهي.